اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. تم اسدال الستار عن اسم حكم المباراه التي هتلعب ان شاء الله يوم الجمعه القادم. حكم المباراه من امريكا اللاتينيه وهو البرازيلي اندرسون دارونكو، واحد من ابرز واقوى الحكام على مستوى العالم. الحقيقه يعني جاء على عكس التوقعات التي كانت تشير الى طاقم تحكيم كان الاقرب انجليزي، هولندي، اسباني، ايطالي، ولكنه جاء من امريكا اللاتينيه. حكم برازيلي ولد سنة 1980. طيب هنتكلم عن هذا الحكم ونعرف أكتر وأكتر عنه مع الخبير التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس. ازيك كابتن؟ تحياتي كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. ايه الأخبار؟ حكم المباراة طلع من البرازيل ولا من أمريكا ولا من انجلترا ولا من اسبانيا ولا من ايطاليا ولا من هولندا، طلع من البرازيل، قول لي راي حضرتك. طيب قبل ما اروح لحكم المباراه كابتن اسلام، اولا هاخد من حضرتك جمله مهمه جدا حضرتك قلتها الوقت حالا قبل الفاصل، ويمكن الكابتن رضيع ياسين اكد عليها، وهي متعه المباراه ومتعه مشاهده المباراه. كابتن مختار، كابتن مختار، وانت قلتها قبل كده ان احنا نفسنا نشوف متعه المباراه ونشوف مباراه جميله جدا. حقيقي شيء محترم جدا اللي حضرتك قلته، وهو دوت اللي دايما الاتحاد الدولي بيأكد عليه، مش بس من اللاعبين يا كابتن اسلام ولكن من العنصر التحكيم. الحكم النهارده هيبقى ليه دور كبير جدا يا كابتن اسلام في ان هو يبقى يضيف للمباراه المتعه. يعني ايه يا كابتن اسلام؟ يعني ايه؟ يعني توفير العداله التحكيميه في المباراه هي متعه. ما تبقاش انت وسيله ضغط على اللاعبين وتستخدم سلطاتك في القانون بانك انت ترهب اللاعبين داخل الملعب، دي متعه. هي اللعيبه الحقيقه اول ما شافت الصوره اكيد تم ارهابهم، يعني بيني وبينك يعني شويه عضلات على شويه يعني حاجه كده ايه تخوف، وبعدين سريع جدا. انا اتفرجت له على كام فيديو حاجه يعني كابتن اسلام احنا قلنا يعني انت كحكم ليك السلطات والقانون بيديها لك، من فضلك لو سمحت احنا محتاجين تحكيم عدالة على الفريقين، محتاجين انك انت توفر بيئة آمنة للاعبين بارتياحية عشان يطلعوا اللي عندهم بشكل جميل، لابد انت كمان تساعدهم على كده. ده بس مبدئيا بخصوص كلمة المتعة اللي احنا كمان كحكام بنستمتع، وخلينا نبقى لينا دور في الامور دي. هحكي بسرعة ويمكن حضرتك هتستخلص من الكلام. اتفضل. الحكم اندرسون البرازيلي حصل على الشارة الدولية 2014 يا كابتن اسلام. هنقول ان هو ما كانش عنده حظ في كاس عالم 2014 لان هو كان لسه حاصل على الشاره الدوليه، فما راحش كاس عالم البرازيل 20 كاس العالم 2014. تمام. في 2018 في روسيا اعتقد كان عنده امكانيه ان هو يروح، ولكن للاسف لم يكن من ضمن الحكام اللي راحت 2018 في روسيا. اعتقد في 2022 بقى كان المفروض يروح كاس عالم في قطر، لكن ايضا للاسف لم يذهب لكاس العالم في 2022. هتقول لي هو ما كانش عنده خبرات؟ لا، هو واخد الشاره الدوليه 33 سنه، النهارده عنده 43 سنه، يعني 10 سنين بيدير مباريات في بطولات مش كبيره، ولكن كان لو هو يعني مستوى عالي كان مفترض ان هو يكون موجود من ضمن حكام كاس العالم. لم يرشح لاي كاس عالم كابتن اسلام مبدئيا. طيب هنتكلم على تاريخه ايضا في امريكا. هو بيلعب في كاس الليبرتادورس، وممكن لعب مباراتين في كوبا امريكا، لعب مباراه، يعني ارقام مش كبيره قوي، ارقام انا بعتبرها اقل من المتوسط. طيب احنا كنا اتكلمنا على طاقم تحكيم عالمي، يعني بنتكلم على حكام النخبه الاوروبيه او امريكا. واحنا يمكن انا اول ما قلت سمعت كده قلت يمكن عندنا انتوني تايلور من انجلترا، ويمكن رقم واحد حكم من الحكام النخبه، عندنا حكام كتيره جدا مصنفين، ولكن هنا جه الحكم اللي هو البرازيلي اللي حتى الان كابتن اسلام لم يعلن عن طاقم التحكيم بالكامل. خلي بالك انا في حاجه مهمه وده السؤال، هم حكام الفار هيكونوا من البرازيل ولا هيكونوا من دوله ثانيه؟ وده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ المباراه كابتن اسلام مش حكم فقط، المباراه حكم وطاقم تحكيم فار يتدخل في القرارات، وده قصه كبيره لو قعدنا هنتكلم فيها هنقعد فيها كتير، ولكن يجب ان يكون حكام الفار على قدر كبير جدا من الفهم الجيد في القانون. طيب انا فهمت كده يا كابتن، معلش قبل ما تكمل كلامك، انا كده فهمت ان انت عندك بعض الكويستشن اللي هي علامات الاستفهام على حكم المباراه او على تعيين هذا الحكم. ده اللي انا فاهمه.
شوفك يا كابتن اسلام، يعني احنا قلنا تاريخه مش كبير قوي، تاريخه مش كبير، وهو التحكيم مش بالعضلات يا كابتن ولا القوه البدنيه. يعني احنا عندنا حكام النهارده لو قلنا في مصر حكم صغير وجسمه صغير، ولكن تحس ان هو حكم كبير. احنا بنتكلم انت حكم كبير بقراراتك وعدالتك في الملعب يا كابتن اسلام، ده اللي انا عاوزه. بالظبط كده، هو ده خلاص، انا اللي عاوز ده كده. انا فهمت، تمام، انا عاوز ده بس. تمام، نتمنى ان يكون طاقم التحكيم وطاقم تحكيم الفار نقطه مهمه، ومش عاوزين نرجع لكاس العالم اللي هو الانديه وحصل ما حصل من الحكم البولندي اللي ادار مباراه النادي الاهلي وكان هناك ركله جزاء والفار لم يتدخل، حاجات كده كتيره. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم، نتمنى نشوف المتعه زي ما حضرتك قلت كده كده، والمتعه مش هتيجي الا عن طريق طاقم التحكيم يا كابتن اسلام. ان شاء الله نرى مباراه جيده بطاقم تحكيم جيد. انا بشكرك شكرا جزيلا، خبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي كابتن ناصر عباس، شكرا جزيلا.